بخير. بنخش في السخنة على طول، ايه يلا. سبب فوز الزمالك بماتش القمة؟ في الاول بعز الكابتن طارق السيد طبعا في وفاة فاتولده، ربنا والده، يرحمه يا رب ويغفر له. ووليد سليمان نفس الكلام، كابتن وليد برضه، ومروان محسن برضه، فيعني ربنا يرحمهم ان ارحمهم شاء يا الله. رب ويغفر خلينا لهم. نقول مبروك لنادي الزمالك طبعا، والجمهور ومجلس ادارته واللعيبه طبعا. الاسباب الفوز ان بالرغم من ان في غيابات، لكن الراجل اشتغل بشكل كويس قوي في نص الملعب. خلينا اركز شويه على نص الملعب، لان نص الملعب هو الاستحواذ، هي السيطره. وبقول قولا واحدا، لما يبقى في دونجا وعبد الله السعيد وحمدي وناصر ماهر، مفيش فرقه هتاخد استحواذ من الزمالك، وحتى لو خدت هتاخد فتره معينه، لكن بعد كده الامور هتمشي لصالح نادي الزمالك. وده اللي حصل في الشوط الاول بعد تلت ساعه. يعني بعد تلت ساعه الاهلي كان بادي في تلت ساعه حلوه قوي في ضاغط الاول. ومشي بشكل كويس، لكن بعد تلت ساعه الامور تغيرت تماما. بقى في استحواذ نادي الزمالك، بقى في انتشار، بقى في شغل وان تو هات وتحرك من غير كوره في نص الملعب بشكل جمالي حلو. قدرنا نجيب الهدف الاول عن طريق طبعا ناصر ماهر، السرور ثرو باص لسيف الدين جزيري وحطها هدف. الشوط الثاني عشان يعني اوريك ان مدى تاثير الثلاثي اللي في نص الملعب او الرباعي اللي في نص الملعب اللي قلت اساميهم، ان حصل تغييرات وانت كسبان 1-0 من الدقيقه 69 تقريبا او 70، بدا النادي الاهلي يسيطر عشان عبد الله السعيد خرج واحمد حمدي خرج في وقت واحد. فالراجل كان عايز يامن، فنزل نص الملعب شحاته ونيمار. انا بس عايز اسالك، التصرف هنا الامثل لزيزو كان ايه؟ وانت دي حتتك، تمام. كان المفروض الصح هنا إيه زيزو يعمل ايه؟ الصح لا اما يلعبها واحده، بس كانت الكره تحت رجله قوي، ما يمشي، كان ما تلحقش ممكن تعزم فيها. يسندها، اصل هي تعمل تشيب، يعني مش هتشوط، انت هتشيلها بصباع رجلك الكبير. لا اما زي ما انت دوست عليها كده، لكن تاخدها على رجلك الشمال. وانا بجري، لان انا شايف مفروض رامي ربيعه مكمل هو كان على تفكيره اعتقد عدلته. انه عايز ياخده في ظهره عشان يعني لو ما عرفش ما بص يركنها. هنا، المفروض بقى بدل حس لو قرب منه ياخدها على رجله الشمال من الاول، يعني يبعد، ياخد كيرف زاويه من الشمال ويحطها برجله ولا الشمال. ياخد يمين زياده عشان يضمن انه في ظهره لا، وخلاص. لان رامي بقى اسرع منه، خلاص هيعديه، فبالتالي انا ازق الكره ناحيه الشمال، وساعتها كان يقدر يبصيها حتى لسيف يبقى فيها بأريحية. يشوطها، لكن يعني هيبقى شكلها احسن من كده. لكن يعتبر غياب، يعني زيزو نجم الفرقه يعتبر ما لعبش، يعني هو طبعا لعب قد ايه؟ 17 دقيقة. الشوط الثاني لما حصل التغييرات اللي جوميز عملها، طبعا اثرت بشكل كبير جدا على نادي الزمالك، وبالتالي الاستحواذ او السيطره اتنقلت للنادي الاهلي من الدقيقه 70 لحد الدقيقه 80 تقريبا. نادي الزمالك رجع تاني بالتغييرات اللي عملها برضو، وراح ضيع 3 اهداف. يعني لو في توفيق كان ممكن النتيجه تطلع 3 او 4. تمام.